السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب عنابة، وسوف نتكلم بالضبط حول الملحقات نتاع هذا الملعب، حيث أنها الأشغال تعرف تقدم كبير، ولاحظنا أنه بدات دخلنا في مرحلة يعني الأشغال نتاع لا فينيسيون نتاع لا ديكوراسيون ديكستيريور. وأنا بالمناسبة أشيد بالشركة الجزائرية باتي ميتال اللي قامت بعمل جبار من أجل يعني إتمام هذا المشروع. وهنا نلاحظ أنه فيه تقدم كبير في نسبة الأشغال. إن شاء الله نكون في الموعد بالنسبة للشان، ونترككم مع نهاية هذا الفيديو، والسلام عليكم. Thank you.